مفاتيح؟ انت هون لك امي؟ مو اساس رايح على الجامعه؟ لا لا. شبك لك امي؟ شو صاير لك؟ ليش هيك عم ترجف؟ ليك حرقان شيء؟ كلك حرقان ومي، عليك حراره لك امي؟ لا. لك وديع شبك لك امي؟ لك امي وين رايح تيبك تتياني عليك؟ لك امي هلا بتمرض، على القليله غيرهم لك يا وديع. وديع؟ وديع لك امي؟ مشان المسألة وديع؟ لك تقبرني يا امي وين رايح؟ لك امي لوين راح وديع؟ بدي يساعدني مسألة الرياضيات. انا راح يسمع لي الجغرافيا. فوتوا على دروسكم، انا بسمع لك الجغرافيا، وانت بس ترجع رانيا من الجامعة بخليها تدرسك، خلصوني بقى. وانا مين بدي انقل لي الاملاء؟ انا بنقلك الاملاء. كيف بدك تنقليني الاملاء وانت لا بتعرفي لا تقري ولا تكتبي؟ اسكتي انت وياه. لك انا لولاي اخوكم وديع ما كان وصل للجامعه، كنت اسهر معه للصبح، ساوي له الشاي وسمع له دروسه. بلا صحيح ما كنت اعرف القرايه والكتيبه، بس كنت استنى لما يعك شوي خلي يعيد الدرس كله من الاول، هيك لحتى وصلته للجامعه وساويته مثل كل هالخلق. بس يا ريتو يقدر، بس يا ريتني اعرف شو عم يصير لي، يا ريتني اعرف. وديع انا اسف تاخرت عليك. كان لازم يعرف بس مو بهيك موقف. آسف رامي لأني تركتك ورحت. أحيانا الآباء بتصرفوا بأنانية مع أولادهم بس بدون قصد، وكمان مع أصدقاء. نعم بابا. انفان تي انتري. آسف آسف بابا. منيح اللي ما عطيته إياه، هيك أحسن، لأنه أكيد رح يجي يوم يكون حق هالسيدي غالي كتير، بيساوي زواجي من مطر. اعطيني هالملفات اللي عطاولتها لنادين. انو ملفات؟ ملفات اللي حضرتهم قبل ما تسافر. ليش نادين سافرت؟ واعمل لي قهوة بسرعة. سافرت؟ اكيد راح تخبر اهلها عن ماهر، يعني خلص. لا يا حمودي لا، انت بتقبلها على حالها. وين الملفات؟ حاضر استاذ. أهلين وديع، جيت بوقتك، نادين سافرت على الضيعة. يعني ما لهون؟ لك لا، ماهر طلب ايدها من الأستاذ كريم ويمكن راح تخبر أهلها، وأنا ما عم فاهم شو بدي أساوي، حاسس حالي مربط لك وديع، شو أعمل؟ خربها، خربها لك حمودة. خربها؟ فوقاني تحتاني، أوعك تخليهم يتهنوا مع بعض على حساب وجعك، أوعك تخليهم ينتصروا عليك. خربها وعود على تلتها، وإذا صح لك احرق الأخضر واليابس، الحلو والمر، خليها كلها تصير نار بنار.
على قلبي. ليش عملتوا فيني هيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خير مين جاي من نص الليل؟ يلا يلا جاي جاي. خير لك ايه فهمنا. مين؟ بلكي انغصف عمر سكر نبات وجايين ياخذوكي بدالها. ان شاء الله الله يسمع منك. هلا سمعونا انت وياها لسه بركي وبركي، خلونا نشوف مين في على الباب. يلا جاي جاي. خير مين؟ بيت المدعوة نظمية. يو شو بكون؟ خلصوا انطبوا. ايه انا نظمية. انت متهمة بالاعتداء بالضرب على المجني عليها الفنانة سكر نبات. هلا انا تذكرتوا انه اسمي نظمية والخانم حورية بن جهلة نسيتوا اسمها وثبتولي على اسمها سكر نبات وفوق منها فنانة كمان. تفضلي معنا وهنيك بتكملي كلامك. شو عليه؟ هنيك بنكمل كلامنا. تسمح لي غير اوعيي؟ تفضلي. اتفضل. لا تولوني. شو بكي حاجة تفاولي علي؟ شرتي على اي مخفر رح تاخدوني؟ على المخفر القريب من بيتك. على القريب احسن من البعيد. على راسي الحكومة. بسم الله. مين هذا بنص الليل؟ الو مين عم يحكي؟ مرحبا فضول هون. مين بده اياه؟ انا اساور. مين هي اساور؟ ليلو اساور وبس، هو بيعرف. فضول هون. عم تتصلي بنص الليل وكمان ما بتقولي مين انت؟ الله يخليك يا خالي، بدي اياه بشغله ضروريه ضروريه. شغله ضروريه؟ ليكون طافي عندك البلوعة ولا مكسورة الحنفية؟ يا عبي الشوم عليكي، في واحدة مرباية ببيت أهلها بتتصل بنصاص الليالي لواحد شاب؟ وبعدين معك يا خالي، ما بدك تعطيني يا تصطفلي، بس قولي له خليه لاقيني على المخفر يلي جنب بيتي، الله يخليكي مشان يشهد معي، شغلة كتير 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 ضرورية، لا تنسي المخفر اللي جنب بيتي. كمان بدك جرجي ابني على المخافر؟ لا لحد هون وبس. فضول فضول فضول. خير امي خير؟ شوفي لسه ما صار وقت الورشة. مين هالمنظومة اساور اللي عم تدق بنص الليل؟ نظمية. عم قلك اساور. ايه امي، هي اسمها الحقيقي نظمية بس اسمها الفني اساور. اسمها الفني. ايه امي، نظمية فنانة. فنانة يعني رقاصة؟ لا امي لا، مطربة، مطربة محترمة. إذا كانت محترمة مثل ما لك عم تقول، ليش بدها اياك تلحقها على المخفر اللي جنب بيتها لكان؟ مخفر؟ إن شاء الله بدك تلحقها. لكان أمي لكان. مظلومية مظلومة، بعدين بشرح لك مي، بعدين بشرح لك. موعدكم مع برنامج ساعة كلام الذي سيستضيف الكاتبة الدرامية عبلة حلمي. لماذا تزوجت الكاتبة عبلة حلمي التلفزيون وهجرت الرواية؟
لماذا يعتبروها النقاد امرأة تكتب من خلف النافذة؟ هل جذورها الأرستقراطية جعلت منها أميرة للفقراء؟ من أين تأتي يا عبلة حلمي بشخوصها؟ من واقع مفترض أم من فرضية الواقع؟ كل هذه الأسئلة نطرحها على الكاتبة عبلة حلمي في برنامج ساعة كلام، يأتيكم غدا الساعة 8:30 مساء. شو عبلة؟ شو لسه ما نمتي؟ ما رح نام لحتى يطلع الصبح وحط حد لهالمهزلة. مهزلة؟ شو صاير؟ شو مهزلي؟ شوفي عاملين اعلان على المقابله اللي رح يعملوها معي بكره من أسوأ ما يمكن. ايه؟ قال هجرت الروايه وتزوجت التلفزيون وتكتب من خلف النافذه. منتهى التطاول وقله الاحترام. انا لو كنت عرفانه هيك من الاول ما كنت قبلت. انا ينحكى عني بهالطريقه هي بهذا الابتذال؟ يستخدموا اسمي بالعابهم المكشوفه لجذب الجماهير؟ بس حبيبتي طولي بالك خلاص وحياتك. انا بكره رح اتصرف. شو مفكرين حالهم يعني قناه خاصه يعني بفلتوا على كيفهم بيعملوا الدنيا؟ شو ما في ضوابط يعني ما في قانون؟ ولا يهمك حبيبتي خلاص بكره انا بوقفهم عند حدهم وبفرجيهم حجمهم. خلاص حبيبتي بس لا تنفعلي الله يخليكي. انا يعني ما بقدر اشوفك هيك منفعله وزعلانه. خلاص صحيح كريم، اليوم اتصلت فيي وحده وحذرتني من مؤامره. مؤامره؟ مؤامره عم تتدبر للاذاءه لاسمي. لا هي وحده بتكون غيرانه منك وبدها تشغلك بالك. لا كريم، يبدو انه في حرب ضدي. عبله لا تكبري الامور بهالشكل. هذا الشيء له علاقه بالغباء وسوء التقدير. شو حرب وما حرب؟ بس ليش؟ بابا كنت اسكو تو فيندرا باري؟ يعني شو 3 شهور؟ عندي معرض بمعهد العالم العربي بباريس. مون با ان دو 3 mois. بقولك عم تحاكيني بيان سور. وانت كمان؟ الحمد لله حكيت عربي. بلغ تحياتي لإلين ولا بون شانس لمسرحية الجديدة. انا سرا كونتونت. تلس منيحة. اوكي قبل ما انسى صديتك هلو. ميرسي. ابيانتو خلي باي باي. خير كريم، انا رح انتظر حتى اشوف صيغه الاعلان الجديد، فاذا كانت مناسبه ابلغ بانه السيده عادل رح تظهر بالحلقه، اما اذا كانت مو مناسبه فسلفا عم اقول لك انه رح تعتذر. لا لحظه، الامور ما رح تنتهي عند هذا الحد. اخي الكريم، القضاء رح يكون بيناتنا. خليني واضح معك. طيب على كل حال الاعتذار بالتليفون بظن انه مو مناسب، والاعتذار على الشاشه بيكون افضل، ما هيك؟ طيب شكرا. يا ستي رح يردوا لك اعتبارك ورح يغيروا صيغه الاعلان كلها، ومدير القناه بيعتذر منك شخصيا. ما هذا ما بدي يروح. بالعكس عبلة، انا رايي ان ظهورك على الشاشه بالوقت الحاضر مهم كثير، خاصه بعد الشيء اللي حصل. حتى اللي ما بيعرف يعرف مين هي عبلة المبدعه المثقفه. خالدة خير؟ ايش في؟ تعالي شوفي امك. ايش هاد يما؟ ايش قاعده بتسوي؟ بدي اروح على الدار. ما انت في دارك يما.
هاي داركم لكم، أنا داري هناك. طب كيف بدك تروحي؟ بالعربة. هلأ بيجي أبوكي بالعربة بيروحني معه. طب يما تتحركيش من هون قبل ما يجي أبوي، ولما يجي أنا بخبرك. اوعي تتحركي، ها سامعة؟ بس تأخر أبوكي. هلأ بيجي، رح أعمل لك شاي عشان تأكلي لقمة. عينك عليها وأنا بالشغل. خفيش رح أحضر الفطور. وصل أبوكي؟ لسه بكير يما، ما هي المسافة بعيدة والطريق طويلة. والله وحي الله عمي صافي الورد. والله أهلين ماجد. أهلين بيك. شلونك؟ من الله منيح. خير عمي. شو مالها السيارة؟ فترة عملت حادث فيها، اليوم أنا راجع على طريق المطار سمعت صوت غريب عم بيطلع من هون. كيف صار معك هذا الحادث؟ كنت رايح على طريق حلب ضربت السيارة بس وقتها ما سمعت هالصوت. صار لها زمان مضروبة؟ مو كتير. طب ليش ما جبت لي شيء يا دوري؟ كنت أهد بكام شغلة وابني كان عندي هون وسافر. لا يا عمي لا. طب ليش ما جبت يزور عنا شي يوم؟ كان جاي زيارة قصيرة، عندي دراسة، المرة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله. هي إذا كنا بعدنا هون. وين بدك تكون يعني؟ بدي أسافر. بدك تسافر؟ بعدك صغير. ما هياته ابنك مسافر، مش قدي قده؟ تقريبا، بس ابني مو لحاله قاعد مع أمه. بس أنا وين؟ غير أنا. شلون غير يعني؟ على راسك ريشة؟ لا مش قصدي عمي. بس أنا خلقت وحملت مسؤولية من صغري، وابنك بلا حسيدة يعني. خلق وبتمه معلقة من ذهب. بلا حسيدة قلت لي ها؟ أخ منك أخ، يعني بدك تفهمني إنك صرت رجال هلا. أنا خلقت رجال. بهي غلبتني. خالك بالبيت؟ آه بالدار خالك. طيب رح أترك السيارة بين إيديك وشوف خالك شوي توصى فيها منيحة. رح أرجع لك إياها عروس. شكرا يا عريس. أعطينا شنطة 19 يا عبدو. لك يلا. موعدكم اليوم مع برنامج كريم كلام، حيث نلتقي مع الكاتبة عبلة حلمي على الهواء مباشرة في تمام الساعة 8:30. ايه شو خلصت؟ يا عصيرة احسن. يعني انت رضيانة؟ الله يمضي النار على خير. ولو عبلة شدي حالك شوي. رح حاول. لا ما بدك تحاولي، بدي اشوف ابتسامتك هلا. ورجيني ابتسامتك. بدك شيء؟ سلامتك. باي باي باي. يقولوا نقص تروي. لا لا لا، ايش تعمل يما؟ اقعدي يما، بدي اروح على الدار تاخرت. بدكيش تستني ابوي؟ بكون سبقني، خليني الحقه. فش طلع من الدار، عم تفهمي علي؟ زيحي بعد، خليني اروح. اهدي يما، اهدي يما يما، بدي اروحك على دارنا بس مش هلا، عنا ضيوف. ايه؟ مش هيك يما؟ هيك يا ام يوسف؟ بدك تروح وتتركيني؟ لازم نلاقي حل. خلوني ناخذها على الدكتور. ما اخذناها، قال ما فيش حل بنقص التروية هاد. أنا صرت خايفة عليها فعلا، ما كنتش متصورة إنها بهاي القوة. كيف استقلب أمي؟ كانت تكسر حطها. المهم هلا شو لازم نعمل؟ بتقلك أمك ما بدك تغدي؟ شو عاملة غدا؟ رز وفاصولي وحطت فيه نص كيلو لحمة. نص كيلو لحمة؟ لشو هالبعزقة؟ أنا أعطيتها المصاري لحتى يكفوها شهرين، مو لحتى تصرفهم بيومين. عم تحتفل فيكي، بعدين صرنا زمان ما أكلنا لحمة، شو حرام؟ لا مو حرام، بس خليها تضب إيدها شوي، هدول المصاري عم جيبهم بطلوع الروح. كلهم 2000 ليرة، بدك تهتينا فيهم؟ لأنهم 2000 ليرة لازم تضب إيدها. تقولي لا أنت، أنا ما دخلني. طبعاً ما دخلك، أنا اللي دخلني. بكرة شوفي بس انزل على الشام لحتى أدرس وأشتغل وأجيب هيك كومة مصاري وأعطيهم لأهلك. أنت بس تدرسي وتاخدي البكالوريا بعدين ابقي احكي بالمصاري، إيه حبيبتي؟ إيه بكرة بتشوفي. طيب كان قومي قومي نتغدى. قومي سوف أنتقم منك أيها المخادع. يعطيكم العافية.
ثلاث مشاهد تشتغلي يوم؟ اشتغلوا ليك الدور مناسب جدا وعجبني وراح اشتغله. طيب رح نعطوك عليه اذا صورتيه. كثير منيح، كثير الاجر بيناسبني. ممتاز، وبالنسبه للتصوير رح يكون جاهزه. جاهزه انا تماما يعني. شو قصتك انت؟ لا بدك تعرفي شيء عن الدور ولا عن التصوير، شو قصتك؟ حسان انا بدي اشتغل، ما مهم شو هو الدور، المهم اني مثل. هلا لهالدرجه بتحبي التمثيل؟ بدي مصاري، اصلا نسيت اذا كنت بحب التمثيل ولا لا. ابدا. اي والله يسلم ايدك يا مالي. اجت الوقت هاي. هلا بس نخلص شغل بنروح على الشركه اللي عندهم ناخذ المشاهد نعطيك اياها. يسلموا. شكرا. انتبهي لشغل التصوير بكره، جهزي حالك. ما عندي مشكله، ان شاء الله يكون هلا. بدك تفيقي 5 وش الصبح؟ 5 الا ربع بتلاقيني واقفه بالساحه. ولا روح لحالي؟ ليش لا تروحي لحالك؟ النبي شو بياخذوكي؟ لا عن جد اذا في مشكله روح لحالي. بتعرفي يا ريت الممثلين بالبلد كلهم يكونوا مثلك. ليش شو بكي؟ شو اخبار مسرحيتكم؟ ما قلتي لي. منيحة عم نعمل بروفات. طولتوا ما هيك؟ مو بدك ممثلين يشتغلوا والكاستي كمان، لهلا ثلاثة صاروا اعتذروا. ليش اعتذروا؟ تفضلوا الشباب خلينا نبلش، الشريط صار جاهز. هو علينا. لسه ما شفنا الشاي استاذ، شباب. يا سيدي المسرحية وشها حلو عليك. عم يجون أدوار بالتلفزيون. أيوه، بتعرفي أنا شايف إنه وشها حلو عليك أنتِ. هيك شوي؟ إيه. طب أنت ليه عم تسأل؟ ترجع تشتغل مسرح؟ يا ريت، بس الاستاذ مروان ما يكون عنده مانع. ايه؟ شرف. ايه ما شربنا الشاي لسه. يلا مشان نخلص الساعة. السلام عليكم عمي ابو عبدو. وعليكم السلام، اهلين يا بنتي. عمو في اخبار عن عبدو شيء؟ لا والله يا رجاء، ما في ولا خبر. عمو انا مره سمعت عبدو عم بيقول لرفيقه انه بده يطلع على الخليج. على الخليج؟ انت متاكده؟ صحيح؟ ولاد اختي بالخليج؟ كيف راحت عن بالي هي؟ الله يطمنك على محبينك مثل ما طمنتيني على عبدو يا رجاء. لروح اتصل باختي اخذ منها رقم ولادها. شو كان بدك بهالقصة يا رجاء؟ بركي أملتي على الفاضي. بعدين أنت شو دخلك بعبدو وأبو عبدو؟ بدي شعار بينحفر بالذاكرة، شعار يكون مألوف مين ما شافه يربطه بالشركة وبالشركات التانية. الشركات التانية؟ ايه طبعا، بس لساتها بإطار المشاريع، قريبا ان شاء الله رح نطلقها، بس اهم شيء انه يكون الشعار جاهز. يعني استاذ بدك اياه وكانه علامه تجاريه براند؟ مو كانه، بدي اياه علامه تجاريه بالفعل. يعني استاذ بطل بده اياه بمستوى الشركات العالميه، يعني مثل المرسيدس، مثل سبورت برودكتس. تماما، يعني شعارنا ما رح يكون محدد بمنتج واحد او بيشمل مجموعة منتجات، يعني مو بس سيارات او ملابس او حتى منتجات غذائية، لا، بدنا اياه شعار شامل بيطبق على كل شيء ممكن يخطر بذهنك. يعني بهالحالة استاذ بدك اياه مختزل كثير وتجريدي. تماما، برافو عليك يا زلمة. يعني نعلن عن مسابقة استاذ؟ لا، انا برأيي انكم تقدموا انتم بالاول، بعدين اذا ما حققت الغرض ممكن نعلن عن مسابقة. استاذ ولا يهمك، نحن رح نبذل اكبر جهد بنقدر عليه لننجز هاي المهمة، ما هيك شباب؟ بلا، رح نباشر من هلا استاذ. طيب اسمح لنا استاذ بالاذن، انت مشغول شوي. تصبح على خير استاذ. الله معكم، مع السلامة. يلا بس. مساء الخير. مزجت من الكلمات ماءها وترابها لتشكل شخوصا وحياة تتحرك في مساحة من ذلك الزمن. الماضي دائما حاضر في عالمها، حيث لا وقت لليوم أو للغد. تنسج حكاياتها على نول عتيق وتقدمه لنا وشاحا من الحنين. إنها الكاتبة عبلة حلمي. أهلا وسهلا بالكاتبة عبلة حلمي. أهلا، شكرا على المقدمة اللطيفة. سيدة عبلة، لماذا الماضي؟
الماضي خيار، يمكن الحنين مثل ما ذكرت حضرتك، أو الرغبة بالعيش بزمان ما عشنا فيه، استحضار لأرواح ناس ما التقينا فيها. يعني فينا نقول إنه بتعتمدي بكتاباتك على الوهم؟ لا، كيف؟ في فرق كتير كبير بين الخيال والوهم، وفرق الكاتب عن الواهم هو إنه الكاتب بيمتلك مخيلة بيخلق منها حكايته، يعني مثل ما النجار بيمتلك الخشب لحتى يصنع منه كرسي أو مكتبة أو أي شيء جميل، أما الواهم فما بيمتلك إلا أوهامه. حلو حلو عبلة، ولكن بعض النقاد بيوصفوا أعمالك إنه بعيد عن الواقع. تقصد الواقع الحالي؟ بعد عن الواقع الحالي لا يعني أنها غير واقعية، هي واقعية بمقاييس هداك الزمان، خاصة أني بتكئ على أحداث تاريخية حقيقية ولكن بشخوص متخيلة. يعني ما بتعتقدي معي أنه الواقع الحالي مليء بالقضايا اللي ممكن طرحها عبر دراما التلفزيونية؟ طبعا، بس في كتاب كتير غير يتناولوا الواقع الحالي وبشكل ممتاز. يعني حضرتك ما بتشعري بأنك معنية بهموم الناس وحاجاته اليومية مشان هيك تركت الأمر لغيرك من الكتاب؟ كيف ماني معنية؟ لا طبعا مو هيك، بس أنا مثل ما سبق وذكرت المسألة خيار، وأنا بلاقي حالي بهذا النوع اللي اخترته، بعدين لكل نوع جمهوره. تعتقدي أني أقولك جمهور؟ منيح لك ابني، كتير منيح. بدليل أني مستمرة وبدليل أني موجودة معك بهذا البرنامج وعلى الهواء. نتوقف لحظات مع الإعلان ومن ثم نعود. لا ما معه حيحكي مع الست عبلة هيك. وليش بقى؟ لأنها مو من البشر وما بصير حدا يجرح لك برياء. لا، لأنها ست أكابر وما بيطلع منها العيب. معك حق، العيب من اختصاصنا نحن. جاهزين؟ يلا طبعا، الاتصالات بعد البريك فورا. يعطيكم العافية. بصراحة أنا لو عارفاني هيك ما كنت شاركت بهذا البرنامج. ما بعرف، حاسة كأنكم استضفتوني لحتى تسيئولي. بس يا مدام نحن ما حكينا شيء خارج اللياقة، هذا نقد، والمفروض كاتبة قديرة مثلك تقبل هذا النقد. بعدين معك كامل الحرية للدفاع عن نفسك، فأنت ليش زعلانة؟ في فرق بين النقد وبين الاصطياد بالماء العكر. اهدي مدام، رح نطلع الهواء. مرة أخرى نرحب بالكاتبة المبدعة عبلة حلمي. نستقبل الآن اتصال إخوة المشاهدين. معي الأخ عمر. مساء الخير. مساء النور. ممكن احكي مع الست عبلة؟ تفضل السيدة عبلة معك. الست عبلة بشكرك على الأعمال اللي قدمتينا إياها، وأنا ماني مع الأخ المقدم البرنامج لما قالك إنه أنت غير معنية بهموم الناس. بالعكس، مرة مثلك بتنحدر من الأصول الأرستقراطية، لو ما بتكون تتمتع بحس إنساني عالي ما اختارت رجال من عامة الشعب وتجوزته، رغم أنه ما كان بيملك شر ونقير، ولو الله بعدين فتح. شكرا أستاذ عمر على ما يبدو انقطع الخط. بتحبي تردي عليه سيدة عبلة؟ بشكره وبحب أقول له أنه واحدة من أهم اللحظات بحياتي هي لما تزوجت الأستاذ كريم. يبدو معنا مشاهد آخر. أني سلميا. مساء الخير. مساء النور. بحب وجه تحية للكاتبة الكبيرة عبلة حلمي، وبقلها أنا بستنى بالدقيقة مسلسلاتها لأنها بتعيشنا لحظات شعرية. بس بحب أسألها سؤال، صحيح مدام مثل ما بيحكوا عنك إنك بتغاري من أي كاتبة جديدة وبتحطي قدامك كل العراقيل لحتى ما تظهر وتنافسك؟ لا، هذا الكلام غير صحيح أبدا. يمكن لو بعض الكاتبات الجدد كانوا موجودين معنا هلأ كانوا حكولي كيف أنا بقرأ لهم نصوصهم وبشجعهم، وحتى إذا كان النص جيد بقدمه لجهة منتجة أو لمخرج. معنا مشاهد آخر، الأخ كامل. مساء الخير. مساء النور. سيدة عبلة تحياتي. أهلا. هل سألتي نفسك يا سيدة عبلة لماذا الجمهور يحب أعمالك؟ يا ريت حضرتك اللي تجاوب على هذا السؤال. لأنها أعمال مزيفة تفعل فعل المخدر في عقول المشاهدين، وإذا كان الأخ المذيع قال أنها بعيدة عن الواقع فلأنها مسروقة من أعمال أجنبية.
استاذي عبلة. يا نادين، لما بتصيري معلمة بدك ترجعي على الضيعة وتعلمي اخواتك بالمدرسة، مو هيك يا نادين؟ يا بي انا عم بدرس لحتى اصير محامية، محامية قد الدنيا مو معلمة. واذا كان يا بنتي، يعني المحامية ما بيطلع بايدها تعطي دروس للولاد؟ اي والله والله كنتي شاطرة قد الدنيا لما كنتي بالمدرسة. اذا صارت محامية بتجيبنا مصاري كتير امي، بقينا لحمة قد ما بدك. شو يعني بدها تجيب؟ كليين لحمة؟ نص خروف اذا بدك. اذا كان هيك نعزم كل اهل الضيعة. اي والله، بس مين بدي علم اخواتك بالمدرسة يا بنتي؟ المعلمة يا بي، المعلمة هي اللي بتقريهم وهي اللي بتكتبهم وهي اللي بتعلمهم. ولا يهمك عبلة، هذا اكبر دليل على انك ناجحة. اللي عملتيها ضربة معلم، هي اول مرة بهيك برنامج على واحدة بينسحب. دعاية احسن. وهي التليفونات ما عم بتهدي. كريم ما بدي احكي مع حدا. الو، احتراماتي سيادة الوزير. لا لا لا، عبلة انت بتعرفها قوية وما بتتأثر بهيك شيء ابدا، ولا يمكن انه يهز هيك امور تافهة. شكرا كثير. هي كمان بتبلغك تحياتها، هي نايمة والا كانت حاكتك وتشكرتك شخصيا. شكرا كثير لاهتمامك. لهلا صار وزيرين ومدير عام وثلاث مدراء انتاج وكم مخرج وممثل. سمير مع السلامة. عاملة كل اللي بقى تبكي. يعني ما في شيء مهم؟ مين هدول الناس اللي عم بيحكوا؟ كريم مشان الله ما بدي احكي مع حدا. طب شو اعمل؟ رح اقعد فوق انا وارد لك على التليفونات. مين؟ ناس بدهم يتسلوا، ما عندهمش اشي يعملوه بهالدنيا. خلصنا عاد عبلة. ايه انت شو صاير لك؟ امسح دموعك لشوف. وايش يعني شوية ناس صايعة حكت؟ طز ما خربت الدنيا. بعدين حبيبتي اللي بده ينشهي بده يدفع الثمن. قلت ناس ما يتقهر من نجاحك؟ وانا رح ارد عليهم وعم حضر مقال مثل النار، بس بدي مدام عبلة تهدي شوي وتساعدني ببعض التفاصيل، واذا في عندها ردود معينة تضحط في كل الكلام اللي انحكى لتثبت لهم انها غير معنية بكل هالاتهامات. خلص انا ما عاد بدي اثبت شيء. انسوا شيء اسمه عبلة حلمي. وانت سمير لبقى تستنى مني المسلسل، بدي وقفه بدي اقطعي. هذا باني انه نجحوا بابعادك عن الساحة، وهذا هو الاشي اللي طالبينه. كل اشي كنت متخيلها الا انه ثقتك بنفسك تكون مهزوزة. معلش يا جماعة معلش، عبلة هلا متوترة، بس بكرة بتشوفوا كيف تتمالك نفسها وبترجع للكتابة. ما رح ارجع. ليش بدي ارجع اذا كل شي اشتغلته ب15 سنة بيطلع على الفاضي؟ هذا الحكي مو صحيح، بدليل اعمالنا انا وياكي. واذا انت مو حابة تحكي عن حالك انا بحق لي احكي عن حالي. اعمالنا كانت ممتازة جدا ونحفرت بضمير الناس. وهذا الشيء ما اجى من فراغ يا عبلة، انت تعبت كثير على حالك، زائد انك صادقه مع نفسك ومبدئيه، وهذا كله انعكس بشغلك. والا الناس ما كانوا امنوا بالشيء اللي عم تعمليه. الناس منن اغبياء. ما بعرف اذا تسمحوا لي احكي. احكي كندا احكي. مدام عبلة انا رح احكي عن حالي وعن كل شيء في ناس ورفقات واهل حوالي. الاشياء يلي عم تكتبيها راقيه راقيه كثير، والناس ما عندها خوف انه اولادهم يقعدوا معهم يتفرجوا عليها. بالعكس في شغلات كثير بتعلم الناس كيف تحل مشاكلها. في شيء بيثقف الواحد وحلوة ونحن كلنا منحبك. شكرا حبيبتي. يا هنانة عبلة ابتسمت. يا حبيبي معناتها صرنا ساعة بنحكي على الفاضي، خلينا نروح لبيتنا لكان. تعال يا كريم تعال شوف مرتك تضحك. نعم عبلة عم تضحك؟ ورجيني. لا لا مو معقول أنا ما بصدق. الفضل لكندا. ودي الورد لست عبلة. هالورد لأحلى وردة. شكرا ملايكة. يا ترى مين هاد؟ من مطر. إلى المبدعة عبلة، رغم كل ما قيل من ترهات.
مساء الخير يا جماعة. لك معقولة شو هذا اللي عم يصير؟ معقولة في ناس تصل فيهم الخسة والوضع على هالدرجة؟ لك بني زمان نحن عايشين؟ لك ما عاد في احترام للمقامات؟ ما عاد في ضوابط؟ بعدين شو هالصحافة اللي ما بتبيت الموضوع؟ يا رجل كأنه لقوا شغلة مشان يستردوا من وراها. شرف اسمع، الكاتبة عبلة حلمي تكبد المحطة خسائر فادحة بسبب مزاجيتها. شافوني الأستاذ الثاني كمان هون شو كاتب؟ لم تتقبل الكاتبة عبلة حلمي كلمة نقد واحدة مما كشف عن رواسبها الإقطاعية البالية المتخفية وراء اقناع التواضع. بس بكفي يعني عبلة، مو خش تسمع هاي الكلام استفزازي بترجع. يا رجل معقولة شو هذا؟ طب شو المسخرة هي؟ ارتاح. شو المسخرة؟ معلش كريم خليه يكمل، بدي اعرف كل شيء عم ينكتب وينحكى عني. شوفي لي لسه في واحد هون عم يتفصحن. اسمعي هي، من اوهم، انتبهوا على كلمه اوهم، من اوهم الكاتبه عبله حلمي بانها الكاتبه الوحيده على وجه الارض. شو علاك مصدي كلام فاضي؟ كمل مطر. شو بدي كمل؟ كلياته كلام فاضي وسجع. ولو بدي اسمع. بدك تسمعي؟ شوفي لي هذا الأخ كمان شو فهيم. أما أنا للكاتبة عبلة حلمي أن تتنحى وتفسح الطريق أمام الكتاب الشباب. عم يتمادوا كثير هيك؟ شو هي عم يتمادوا؟ هي مسخرة يا رجل، هذا زمن خلط الأوراق، ما عاد نعرف الأصيل من المزيف والموهوب من المدعي والتافه. أنا رح طمنهم وريحهم. أستاذ إبراهيم، بكرة بدل ما تكتب عني مقال وتدافع عني فيه، تكتب ثلاث كلمات بس، عبلة حلمي تعتزل الكتابة. اصحك عبلة، شو عم تحكي انت؟ لا تغلطي، معقولة تتركي هيك صعاليك يرسموا لك مستقبل حياتك؟ انت كاتبة عظيمة ومهمة رغم عن انوفهم، وانا رح اثبت لهم هالشيء. ها اسمحي لي خالدة اذا بتريدي، هي عقد احتكار فاضي، عبيه بالشروط اللي بتناسبك يا ستي، وانا رح ادفع لك اعلى سعر حصل عليه كاتب بالعالم العربي، ورح ناسس شركة انتاج خاصة لتنتج هالاعمال، ورح يديرها الاستاذ سمير. وينو سمير هلا لمحته؟ اي استاذ سمير، بتاسس الشركه انت وبتديرها انت، حضرتك صحفي ما هيك؟ اي نعم. طيب الكلمات الثلاثه اللي قلت لك اياهم ست عبله اوعك تنزلهم بالمقال، ها لكن بالمقال بدك تكتب دفاعا عنها تذكر لي قصه العقد الاحتكار هي، اوكي؟ وهلا خذ لها صوره وهي عم توقع العقد. يلا عيني يلا، تفضلي تفضلي يا يلا. لحظه، خذ لها صوره لحالها وهي عم توقع، انا ما بدي اتصور، بكره بيفكروني عامل كل هالقصه مشان انا اتمظهر، بدون شغله. يلا يلا عبله وقعي. لامتى بدي ضل هون؟ لامتى؟ هالسيدي لازم خبيه هون بيت اهلي احسن مكان، ما حدا رح يخطر له يدور عليه هون. بس وين بدي خبيه؟ ما في غير بيت المونة. هدست أهلي ما عادوا استعملوا، يعني رح يكون أحسن مستودع للسيدي. برافو نادين. الو، اهلا استاذ مطر. شو عم تعملي نادين؟ ما عم بعمل شيء، انا ناطره اشاره منك. صار فيكي ترجعي. يلا حاضر، خلال كم ساعه اكون بالشام. باي باي. ماهر حبيبي تفضل. استاذ اللقطه على الشكل التالي، وحده واقفه فوق ووحده تحت، بدي اياهم بكادر واحد، بيطلعوا معك؟ ايه بيطلعوا، جاب الكاميرا شوي شكر. حلو حلو ماهر، اللقطة بتطلع سلسة. يلا حبيبي يلا. تفضل استاذ. شكرا حيني. مثل القمر. تفضلي. لك يسلموا يا حبيبي.
ايديكي. انسلينا، بتعرفي انه انا كنت رح اخذ دورك مع الاستاذ سمير حبيب، بس انت رجعتي باخر لحظه. اذا سمحت. نعم. يعني انا ما بيطلع لي فنجان؟ التعليمات بتقول القهوه بس للفنيين والمخرج والممثلين. ها ليش انا شو؟ لا تاخذيني بالكلمه، امبارح علقت مع مدير الانتاج مشان سندويش اعطيتها لواحد من كومبارس. هاي هي معناتها انت مفكرني كومبارس، مو عارفه مين انا يعني. ليش انت مين بلا صغره؟ لا انا ممثله، وعلى فكره خريجه معهد عالي للفنون المسرحيه. والنعم، بس المسلسل صار له عم يتصور 3 شهور ما حصل لي شرف شفتك عم تمثلي فيه. بقى كيف بدي اعرف انك ممثله بلا مؤاخذه؟ عرفت هلا؟ عرفت. المدام لينا جاهزه؟ مدام لينا جاهزه؟ جاهزه. تفضلي مدام. تفضلي. حبيبتي لقطه كثير حلوه. انت نازله موفوعة الدرج على مهلك، بتوصلي لهون بتتفاجئي باللفايه. وين اللفايه؟ جيبوا لنا اللفايه. انا اللفايه. تفضل استاذ. شكرا. عفوا، انا اللي عامله دور اللفايه، اسمي حنان. شوفي يا حنان، انت بتكوني عم تمسحي، معك المساحه وعم تمسحي التمثال، تسمعي صوت المدام لينا بترتعبي، بيسقط التمثال من ايدك بينكسر، بتجي المدام لينا بتشوفك بتتفاجئ دش تستحي الكف. بس استاذ الكف ما أنا موجود بالسيناريو. بالعكس، الكف بيعمل توتر بالعمل وبيرفع من ايقاع العمل. بعدين شو المشكله؟ انت مو ممثله؟ وخريجه. حلو، الممثل بينفذ كل شيء بيطلب منه، ولا ما بيكون ممثل. صح استاذ. انت كيف بتحكي هيك مع الاستاذ شوكت؟ ومين انت لحتى تتدخلي بشغله؟ ما في مشكله لينا، ما في مشكله. استاذ انت احيانا لطيف اكثر من اللازم، خاصه مع ناس ما بتعرف حدودها. انا يلي اسمي لينا ما بجرؤ اعطي مثل هيك ملاحظه. حصل خير، حصل خير حبيبتي، حصل خير. يلا اطلعي جهزي لي حالك للمشهد. يلا دخيلوا. يلا شباب جاهزين؟ سجل عندك. اعطيني خمسه. ما خمسه، اربعة، ثلاثة، اثنين. انتي شو عم تعملي؟ كسرتيها، الله يعطيكي عافية. الكف بين قوي كتير، ما لازم تقعي. يعني هالتمثال الصغير هاد ما بيستاهل كل العنف، ما هيك يا لينا؟ حاضر استاذ. مكيرة سرحي لي مكياج حنان نعيد المشهد. مو ناقصني غير شقفة كومبارس، يعطوها دوري، هذا اللي ناقص. استاذ حنان جاهزة. يلا خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين. انت شو عم تعملي؟ كسرتيها، الله يعطيكي عافية.